طبعا مباريات القمة والكلاسيكو الكرة المصرية طبعا بين الزمالك الكبير العظيم وبين المنافس والغريم التقليدي بتاعه الأهلي، بتبقى مباراة ليها حسابات خاصة، بتبقى مباراة بطولة بغض النظر عن المنافسة اللي هي فيها، سواء في كاس، سواء في أفريقيا، سواء في دوري، سواء في سوبر، بتبقى مباراة كابتن جمال بطولة جماهيرية على المستوى الأول والأخير، وبتبقى بطولة جماهيرية في نفس الوقت. لكن المباراة دي على مدار التاريخ ومن أول بداية الكرة في مصر هي المباراة الأكثر أهمية، هي المباراة اللي بتشغل ملايين من الجماهير سواء في مصر أو خارج مصر، فأكيد الذكريات بتبقى مهمة جدا. لما نسترجع مع حضرتك كده ذكرياتك مع مباراة القمة بين الزمالك وبين المنافس بتاعه الأهلي. بص بقى، أنا هتكلم يعني ده كلام الجمهور الزمالك، نعم، ولحضرتك طبعا، طبعا كل من يشاهدنا اتكلم بصراحه قوي. اكيد انا كنت بلعب في النادي الاهلي، اكيد قبل ماتش الزمالك، والله يا كريم كلنا كنا بنبقى مرعوبين قبل ماتش الزمالك، لان ماتش بيعلي نجوم ولاعيبه، وممكن ينهي لعيبه خالص، ضيع جول، دخل في جول وحش، ده تسبب في هدف لفرقته، ده النجوميه بتيجي بقى من احرز هدف، وهحكي لك قصه صغيره كده. وما جيت الزمالك لقيت كلنا بنترعب في الماتش ده برضه، بقول له هو هنا بترعب وهنا بترعب، انه ماتش قمه فعلا. صح. يعني عايز اقول لك فعلا بمعنى الكلمه ماتش قمه. طلع لي مره كريم، رحت اي حته في الوطن العربي او افريقيا ما قالكش انا زملكاوي او بشجع النادي الاهلي. صح؟ صح اكيد. يعني ماتش الزمالك والاهلي في افريقيا وفي الوطن العربي حاجه كبيره جدا جدا. فطبعا ماتش ليه رونق خاص. الزمالك بيعاني والاهلي الاول ليه حسابات تانيه خالص. الاهلي بيعاني والزمالك الاول ليه حسابات تانيه خالص. الفرقه مين الاجهز دلوقتي؟ مين الاحسن في الماتش؟ مش قبل كده، مش قبلها. يعني احنا ياما كنا قبل الماتش ده مش كويسين. يعني مثلا في موسم 85 كان الاهلي خد الدوري خلاص، كسبناه 2-0 بنصر ابراهيم وكوارش. مره احنا كنا كويسين جدا جدا، اتغلبنا بهدف علاء ميهوب. الموضوع مره كانوا بيقولوا لنا النادي الاهلي بيقول ارجوك خلصوا ماتش الكاس، خلصوا الماتش عشان ما نلعبش وقت اضافي. فاكر انت الماتش ده؟ كان تقريبا 91 او 92. ارجوك خلصوا المباراه في الملعب، قالوا لنا كده لعيبه الاهلي. أيوه. ارجوك خلصوا المباراه عشان مش هنقدر نلعب، تفضحونا. ومع ذلك كنا كويسين وهم اللي كسبوا، هم اللي كسبوا كاس مصر. فماتش ملوش اي مقاييس. عشان كده بشا ب ب ب ب الكلمه من الجمهور الزمالك بهديهم ان الماتش ملوش مقاييس. اوعى تفتكر ان احنا لعبنا كام 3 4 ماتشات وحشين يبقى احنا كده نخش الماتش بقى نتغلب ونسلم. لا لا لا، ملوش. صدقني انا لعبت فرقتين، لعبت فرقتين. والله هنا بيترعبوا جدا وهنا بيترعبوا جدا. المهم في حاله المباراه يا كريم، في اليوم دوت انت عندك حد مصاب، انت عندك حد موقوف، انت عندك حد واخد طرد، انت حد عندك واخد كدمه، انت حد عندك جاله برد بالليل. فوقت المباراه اقول لك باول 5 دقائق او اول 10 دقائق اقول لك مين فايق على مين، انما قبليها ما فيهاش، كله مستعد وكله بيبقى كله بيعمل اقصى ما عنده عشان يطلع ساعه ونص اولاد جامد جدا. طب انا هنقل لحضرتك برضو زي ما انت اتكلمت بمنتهى الصراحه، انا برضو هكلمكم بمنتهى الصراحه. يمكن الرعب اللي بيبقى عند لاعبي الفريقين سواء في نادي الزمالك العظيم سواء في المنافس الاهلي بيبقى موجود بنفس الاهميه وبنفس الدرجه بل اكثر عند الجماهير وعندنا قبل المباراه دايما. أيوة. فالرعب ده او الخوف ده بغض النظر عن اهميه المباراه كمان بالنسبه لنادي الزمالك اكتر من النادي المنافس. فده يكون حاجه صحيه للجماهير؟ يعني حاجه مفيده؟ لا انا بتكلم على سواء للفرقتين او على مستوى الجماهير. لا هو على الفرقتين مفيد جدا. نعم. انت لما بتكون متحط في موقف صعب بتحاول تطلع منه باي طريقه. ايوه. اما بتكون فارد صدرك ومنتشي بتلاقي نفسك زي ماتش امبي، انت كسبان. نعم. 1-0 في اول الماتش و10 سوري ماتش بيراميدز. نعم. وبيلعبوا 10 والموضوع. نعم. بقى لو كان مثلا سيف خد علي جوه كمان كان ضربه جزاء، بس هو طبعا خبرته مش جامده زي حسام حسن. فاكر ماتش حسام حسن في ماتش هولندا؟
خد كومان ودخل بيه جوه ال 18 حتى لو كان بره مش مهم، فضل يجري بيه، فضل يجري بيه لغايه ما دخله جوه. فكان سيف لو عنده الخبره كان دخل جوه ال 18 وكنا كسبنا 2-0 والانتعاش ده كان ممكن يتغلب برده. فدايما لما تبقى خايف بتبقى بتحاول تطلع كل ما عندك عشان تعدل نفسك وتضيع الخوف دوت. في فرق بين الخوف من المباراه وفي فرق بين الخوف ان انا اتزعل جماهيري. ايوه خلي بالك الخوف من المباراه هتتغلب هتتغلب. انما ان انت احنا كنا بنفكر هنا او هنا يعني ان انا همشي في الشارع ازاي، ده اهلي وزمالك، ده زمالك واهلي، ده يعني يعني العالم كله بيتكلم العالم العربي، مش عشان ما يقولش بقى الناس يقول لك ايه اصل الاهلي اشهر نادي في العالم. ازاي اشهر نادي في العالم؟ انت لو رحت اي فرقه اي دوله في اي حته قول لهم النادي اللي يقول لك فين، ايجيبت مشهوره بالاهرامات وبالدنيا كلها وبالقدماء المصريين واحنا بلد النيل وبلد كل حاجه، انما يقول لك اصل النادي الاهلي اشهر نادي في العالم. انما انا بقول لك ايه، ان انا همشي في الشارع في مصر ازاي؟ فخوفي من الناس وانا عايز ابقى سعيد واسعدهم، هو ده اللي بينعكس عليه عشان اكسب.